نعم يارا، ما جاء على لسان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار هو إعلان رسمي بأن هذا الجسم الغريب الذي تم العثور عليه صباح اليوم في شمال مضيق البسفور هو بالفعل لغم بحري قديم مصنوع قديما، وعلى الأغلب طبعا بحسب إعلان رسمي سابق كان هناك يعني تم الحديث عن أنه صناعة روسية ولكن قديمة، بمعنى أنه يتبع لأيام الاتحاد السوفيتي. هذا الإعلان من وزير الدفاع التركي هو إعلان رسمي، وقال على إثره إنهم يتواصلون بخصوص أمن البحر الأسود مع الجانبين الروسي والأوكراني من أجل يعني العمل على التخلص من هذا الخطر الحقيقي الذي بات يهدد حركة الملاحة بشكل عام في البحر الأسود وفي مضيق البسفور. هو قال إن القوات البحرية ويعني الجوية التابعة للقوات البحرية التركية هي في حالة استنفار كبير الآن من أجل مواجهة مثل هذا الخطر واستمرار عملية البحث عن ألغام بحرية أخرى في المنطقة الشمالية من اسطنبول. نتحدث عن يعني المنطقة الفاصلة أو الواصلة بين مضيق البسفور والبحر الأسود، وهي منطقة استراتيجية. لماذا؟ لأن حركة التجارة يعني وحركة الملاحة البحرية فيها كبيرة جدا. هذا اللغم البحري تم العثور عليه في هذه المنطقة الحساسة والاستراتيجية، وهذا بالفعل يهدد الحركة الملاحية بشكل كامل، خاصة حركة التجارة. نحن نعلم أن مضيق البسفور يستخدم في الحركة التجارية بشكل مكثف، وعدد كبير جدا من البواخر التجارية تمر يوميا من هذا المضيق على وجه التحديد، وبالتالي وجود مثل هذا اللغم هو بحد ذاته يشكل تهديدا لحركة الملاحة في هذا البحر. هذا أحد التحديات الجديدة أمام السلطات الرسمية التركية. السلطات تقول إن يعني تفكيك اللغم والتخلص منه هي قضية سهلة، ولكن الأصعب المهمة الأصعب هي العثور على اللغم في أعماق البحار، وخاصة مع الأمواج المرتفعة والحالة الجوية غير المستقرة في أعماق البحار. هذا يشكل تحدي كبير لكل أنواع السفن وخاصة التجارية منها. طيب، الجانب الرسمي التركي يقول إنه ينسق مع الجانبين الروسي والأوكراني. طبعا نعم يرى. طيب، هذا بالنسبة إلى موضوع اللغم وحركة الملاحة والجهود في سبيل إعادتها مرة أخرى. ننتقل إلى العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. نتحدث عن الموقف التركي وخصوصا ما جاء اليوم في المكالمة الهاتفية بين زيلنسكي وأردوغان. نعم بالفعل يرى، هذه المكالمة الهاتفية هي تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية السياسية التي تقوم بها أنقرة من أجل محاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين الروسي والأوكراني، وهي أيضا محاولة جديدة لإقناع الجانبين الرئيسين تحديدا الروسي والأوكراني بأن يتم عقد قمة يشارك بها الرئيسان في تركيا، إما هنا في اسطنبول أو في العاصمة التركية أنقرة. ما تم خلال هذه المحادثات بين أردوغان وزيلينسكي هو أولا بحث الأوضاع الميدانية على الأرض في أوكرانيا، وبحث المفاوضات السياسية بين الجانبين سواء على مستوى يعني في العلاقات المباشرة أو التفاوض المباشر بين الجانبين بين وفدي روسيا وأوكرانيا، أو في جهود الوساطة التركية التي تتواصل على مدار الساعة كما تقول أنقرة. بالإضافة إلى ذلك تم تقديم ما رشح أو ما تم الإعلان عنه والإقرار به في الاجتماع الذي عقد في بروكسل، اجتماع قمة قادة الناتو على وجه التحديد الذي شارك به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين. تم تقديم ما جاء في هذا الاجتماع إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي، وتم مرة أخرى التأكيد على أن تركيا تقف إلى جانب وحدة واستقرار وسلامة الأراضي الأوكرانية، وأن تركيا تقدم كل أشكال المساعدة التي تستطيع تقديمها في هذه المرحلة إلى الجانب الأوكراني. خلال ربما هذه العطلة الأسبوعية أو بداية الأسبوع المقبل سيكون هناك اتصال هاتفي بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحسب ما أعلن الرئيس التركي أردوغان يوم أمس. وفي هذه المكالمة أيضا سيقدم مرة أخرى أردوغان دعوة جديدة للرئيس بوتين من أجل يعني عقد هذه أو المشاركة في هذه القمة مع نظيره الأوكراني. وجهود الوساطة التركية ومحاولات تقريب وجهات النظر بين الطرفين الروسي والأوكراني في القضايا الستة الرئيسية التي يتم النقاش حولها بين الجانبين، والتي تسعى تركيا إلى إحداث اختراق بخصوصها. نتحدث عن القضايا
الرئيسية، أولا ما يتعلق بحياد أوكرانيا وعدم انضمامها للناتو واستخدام اللغة الروسية، ثم موضوع المواضيع التخلص من النازية الجديدة في أوكرانيا ونزع السلاح الأوكراني، بالإضافة إلى الملفات الأكثر تعقيدا وهي ما يتعلق بشرقي أوكرانيا تحديدا إقليم دونباس، وإضافة إلى قضية شبه جزيرة القرم، وهما القضيتان المعقدتان. نعم، إلى حد كبير. تركيا تواصل جهودها وتسعى أولا إلى وقف إطلاق النار، إلى التواصل يعني إقناع الجانبين لوقف إطلاق النار وجمع الرئيسين، ولكن المهمة تبدو صعبة جدا يارا. شكرا.